أهلا وسهلا في التسبيح. أنا شفت في هذا النبش الجديد من مدينة أبطال البيضاء، وبالضبط من كورنيش عندي. يمكن لو فيها واحد الجولة ليلية في هذه الساعات المتأخرة من الليل، فاش نقول لكم هذه الأجواء الهادئة والساحرة في ظل هذا الجو البارد القارس اللي ستعرفه مدينة الدار البيضاء في هذه اللحظات. إذا تطبيق جوجل إحنا الآن تقريبا 4:30 ديال الصباح، ودرجة الحرارة بكازا العاصمة الاقتصادية هي 15 درجة. قناة شوف تيفي دائما الانتباه أثناء السياقة الليلية، ونطلب من الناس أنهم ما يبقاوش يقوموا بواحد السلوكيات اللي هي خايبة وتتأدي للحوادث ديال السير تكون عواقب ديالها وخيمة أثناء السياق. تنشكروا هذا الأخي هذا اللي قام بواحد نصف دورة بواحد الشكل استعادي في واحد المكان اللي ما خرجناش نديرو فيه نص دورة، خصنا نكملو الطريق ونديرو المطار عاد ناخدو الاتجاه اللي بغينا. تتبع قناة شوف تيفي، لازلت معنا في هذا المباشر من مدينة الدار البيضاء، وبالضبط من كورنيش عندي. تنقوم فيه في واحد الجولة ليلية باش نقول لكم الأجواء اللي تتعرفها، الأجواء الهادئة والساحرة اللي تتعرفها كورنيش عندي في هذه اللحظات، وكذلك في ظل هذا الجو بارد جدا لأن تقريبا درجة الحرارة هي 15 درجة في هذه اللحظات. Mm-hmm.
إذن تتبع قناة شوف تيفي إلى هنا، عندما وصلنا نهاية هذا المباشر هذا، وإلى اللقاء في مباشر آخر إن شاء الله.